أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل قول من قال إن المفضلة والزيدية مسلمون بالإجماع، هل هذا القول صحيح؟ وش يجيب الزيدية للمفضلة؟ المفضلة ما المفضلة أخف من الزيدية، الزيدية شيعة، أما المفضلة اللي يقولون إن علي أفضل من عثمان، أفضل من عثمان، هذا محل خلاف بين العلماء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.